الأزمنة كي تعرفوا الناس أن دابا أزمنة كان فيها تردد، كل نهار والثمن ديالو، كل نهار كتسمع ثمن، حقاش ما مزقيش على ثمن واحد. وبالنسبة للأسعار راه كل تقريبا راه هي في المتناول المواطن البسيط، فهمتيني؟ ماشي زعما شي أسعار خيالية، بحال مثلا السنور دايرين ليه 60 درهم للكيلو، عندك السردين 8 درهم، عندك السمطه راه دايرين ليها 30 درهم، عندك اناناس دايرين ليه 12 درهم، عندك لاباطيش 33 درهم، عندك الجدعه 73 درهم، الرايه دايرين ليها 30 درهم، عندك الصوت 73 درهم، الكروفيت هو 73، السي بي دايرين ليها 55 درهم. والحمد لله راه كي تيقولوا راه السلعه راه الخير كاين، ولكن عارف شو السوق وين مرتفع. وحاليا كاينه دابا كاينه المنزله، دابا حاليا كاينه المنزله دابا، داكشي علاش ان الاسعار كتكون مرتفعه شويه. اما الحمد لله راه السوق راه الخير راه موجود، المنزله اللي هي اللي كدير تخلي السوق يكون طالع شويه. واللي طالع دابا بزاف عندك الكالامار والكروفيت والسيبيا بزاف، هما اللي طالعين، هما اللي شادين السوق بزاف. الكالامار قليل حقاش هو كاين فيه التصدير، كاين فيه التصدير بزاف، فهمتيني؟ هو كيتصدر للخارج بزاف وقليل في السوق الداخلي ديال المغرب، فهمتيني؟ وسيرتو انه عليه اقبال في هذا الشهر الفضيل، لان العيال كيبغيو يصيبوا به البيتزا وكيبغيو يصيبوا به البريوات والشهيوات ديال مائده الافطار. وي الله يحسن العون. والسردين راه دايرين فيه ثمن زعما والله ما تلقاه لا في جيت سوس ما الصدر عاون تحداك المغرب كامل. والله الا دايرين ليه 8 درهم، حتى حنا والله الا كنتعاونوا مع المواطن حنا حاسين به. فهمتيني؟ هذه رسالة للمواطن أنه يجي عندنا ويشوف الأسعار، أننا ناقصين الثمن على السوق كامل تقريبا ناقصين عليه الثمن. دابا الحوت هو معروف أنه كيكون هو عليه إقبال في شهر رمضان الشهر الفاضل، داكشي علاش كيكون مرتفع، أما ارتفاع الأسعار كاين في جميع المواد. فهمتيني؟ لأنه السوق دابا الدولية هي دايرة بحال هكا والحمد لله. السول 90 درهم، 170، الباجو الكبير 120، الكالامار 170. الرايه بين 40 حتى 45، لالو 70 80، الكروبيت 70 80 120 حسب الغليظه بزاف في السوق، السامبي 90 100، الكوربينا 90 درهم، هاد الايام الروبيو 80 70، التيربو 140 درهم 150 درهم، لولو 90 درهم 100 درهم تقريبا، السردين بين 8 دراهم 10 دراهم 7 دراهم، حاجه مليحه في السرير. ولا قليله سميت شويه. هادشي اللي كاين تقريبا في تطلعوا في السوق على حسب الطلب، على حسب الوفره. الا كان الحوت موجود سميتو راه تيكون الثمن مناسب، ولا كان واحد تقليل راه تيمشي لاسواق اخرين سميتو تيكون شويه ديال الثمن زايد الاسابيع الاولى ديال شهر رمضان. لا غير في السوق ديال اكادير، حنا دابا في اكادير هنا في المارشي الكبير ديال اكادير صافي. من ناحيه الوفره شويه الاسماك كيكون شويه بين بين شويه موجود شويه قليل شويه كثير شويه كل مره واسمي كل نهار ورزقه تيكون لا تيكون شويه سميتو على حسب الطلب. كل سلعه وموليها الناس تيكونوا تيتقداو في الاسابيع الاولى ديال رمضان سميتو. طبعا كاين تيقول لك كاين شي حاجه تكون شويه زايده شويه تيقول لك ودي راه غاليه شويه سميتو ما ماشي في المتداول ديالنا، ولكن الناس اللي مولفين الناس اللي تعرفوا السوق راه تيشروه، تعرفوا السوق تيسولوا حتى هما تيعرفوا. هكذا ديما في شهر رمضان كل عام كل سنه الاسابيع الاولى ديال شهر رمضان تيكون هاد الاثمنه هما اللي تيكونوا في نفس الاثمنه في الاولى ديال شهر ديال رمضان. تقريبا الكالامار الثمن ديال الكالامار هو وصل واحد خيالي 170 درهم 170 درهم. ما الاسماك الاخرين تقريبا ما كاينش ما كثيرش هاد العام، كاين تقريبا التصدير ديالو كاين تصدير على برا. تيتصدر بزاف في ايطاليا وقيلا شي علاش قليل هذا العام. على حسب السلعه، لا الناس دابا سميتو على حسب السلعه الموجود، الا كانت السلعه موجوده راه موجوده، الا كانت قليله راه قليله. وتقريبا في هاد الاشهر الاخيره اللي كان الناس كانوا بالحريه تقريبا مصيدين بزاف هاد الشيء ديال الاخطبوط فهمتيو. دابا راه غادي يسالوا في هاد الشهر تقريبا وغادي يبداو ان شاء الله بصيد الاسماك. والناس نتمنوا نقول لهم هاد الغلاء اللي كاين راه ماشي من عندنا حنا، راه ماشي الظروف. شحال كاع تقول عامش ديال الريح ديال
الهميز ديال الربح على حساب سميتو، على حساب تمشي ب 5 دراهم حتى 10 دراهم حتى 15 درهم، وتحيد منها لي فري ديالك، خاص تحيد منها لي فري. كاين ترونسبور، كاين لاكلاص، كاين الخدامه، كاين بزاف مسائل. كاين الضرائب، كاين الكرا، خاص كل حاجه، راه خاص كاين بزاف المسائل اللي كيعوفوا.